احنا كنا عايزين قعده بصراحه. اسمعي كلام رفاهيه، عايز مصلحه. ماشي. صوت مني. ميرسي يا رفاهيه، شكرا. كيف انا صوتي باريتو؟ طب تعرفنا من ورا الضحك يا مدام. شو حاجة؟ هايدي بدك تخدميني خدمة حلوة يا خوية. ها مروان، مروان يا مروان. أنا خلص دوامة. أنت مش كنت ماشي أنت ورفاهين صح؟ ومين كمان كان ماشي معاكم؟ لا عم جيب الدواء ولا؟ بتجيب الدواء. قالوا حلو حبايبي. تفضل يا حياتي قعدة. تفضل. قعدة. تفضل. خلص رفاهين. مش الحال. بدك شيء كثير طيب انا بعمله. مش وحده. لا لا لا. مع فكر. لا. ليل نهار تحس بدمي نار وشعلانه لايقه مبرومي يا امي لايقه مبرومي يا امي لايقه مبرومي يا امي لايقه مبرومي يا امي تداني في ايدي بنسب مدرستي برقولي معلم دي فهمت شو صاير رفقاتي بصفي قالولي بين بين بعيوني بين بشاير بعد مرة بين بعيوني بعيوني بشاير عشاني يلا جيب ما في خبز؟ كان في 13 رفقة جابوا 13 رفقة انت عارف اه يعني لازم قدامك وبعدين لو انت مثلا حد لو انا وقفت هناك وانا دخلت وانت معديه استحاله ما تبصيش هنا اراهن يلا وانت جاي حتى لو انت جاي تعملي حاجه وراجعه تاني بس لازم تبصي وانت جاي وممكن تبصي وانت راجعه تعالى حاجه حلوه لا ما تعمر غيف يعني كتير بتطلع سنيك لا لا ليش بتحط لك هات لك حط موزي موزي هلا كدشت عليك رين علي وهتحطها هون جيب واحده ثانيه مهضوم ثانك يو مهضوم ثانك يو هدي منيحة؟ لك جيب جيب هيدا السكر. ما في مجال انت ما في مجال تصير بني ادم مهضوم مهضوم هيك بدك؟ لك بدك توقف شو كثير طيب رفايل جيب موزة ثانية لقلك وعسل؟ بدك تشوف خيب هالاشياء، خيك بيعمل هالاشياء عسل؟ حدا سألك؟ حط الموزة عم بحكي مع عباس شوف بين بعجيب ليك مع هيدي المبقى يلا لك يا عمي حط زلمة اعمل لي فيها هلا عن جد شو انك ابن ضايعة انت شو خص يا زلمة بتعرف تعمل لي ممكن مثلا ممكن هات قتلك هلا يلا او مثلا تصير بس مثلا اذا اكلتها تصير بس انت بارد عباس عباس ممكن تقتلك هات قوي في بعد وحده جول ها شو انك لبنانيه شفت يا زلمه هات قيلي بشكل شطان ما عم يصوروك يا حنان والله تريق عليك ازاي؟ انا الفترة دي بتعمل ايه بقى؟ لا هو عمال بيتريق عليك كده الاماكن اللي هناك دي بتقعد واخدها شوية تعمل حركات كده ابو شعشة مش حركات ما هي تعمل لها زي لا لا والله اسمع مني انا عارف المواضيع دي لا كتير على فكرة انت غلطان ما تعمل شيء انا غلطان مين ما تعيشيش بص معلش بس غلطان بس اصلا هي وهي ساكتة بتعمل هيك حبيبي انا على طبيعتي ما بحاول يا لا يا انا هيك بالبيت انا هيك مع اصحابي انا هيك بالبيت في كاميرات وفي مايكات كمان لا انا بحب كثير المرايه حتى حتى ببيتي حاسك عم تتساءل علي هيك حاسس لا او عم تتلقم انا ايه اوعي لا كريب يعني زي كريب صح؟ كريب زي جريب حط حط بعد شوكولا حط حط زيح بعد كثير كثير بالعين لا 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 تشكي فيي هذه مين بعد بحب بهالايام يا عم
انت النور بعيني وحدك انت غنية على البال انت عادي ما بتحبش وحدك انت غنية من غيرك يا حنون يا رب الجاكيت ده انت جبته امتى؟ جيبوه الاغراض بجد؟ غيرك يا حنون حلو؟ بس عايز تيشيرت ابيض ساده مش يلي خبوط هذا التيشيرت انا غالي عندي ده ملح مش سكر مش مصدق ان انا اقسم بالله عباس تعال شو بتغني لها الا